احنا بقالنا كتير جدا ما جيناش، وبصراحه احنا كنا مشتاقين ان احنا نيجي نقعد هنا في الزيت حبه. بقاله كتير جدا زي ما اتفتحش. احنا اول ما سمعنا ان هو هيفتح قلنا نيجي كلنا نجمع نفسينا نيجي نزور وبتاع، وطبعا كله لابس كماماته وكله طبعا واخد باله من الاجراءات الاحترازيه عشان ما يحصلش حاجه.